السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ في مسألة كنت عايز حضرتك تجاوبني فيها. تفضل. دلوقتي أنا كانت دخلت بنتي في مدرسة خاصة، فحصل ظروف طول السنة اللي فاتت فمعرفتش أدفع المصاريف اللي هي 18,000 جنيه. معرفتش أدفع المصاريف اللي هي كانت 18,000 جنيه. فدلوقتي أنت حضرتك عارف العام الدراسي الجديد هيبدأ وسحب الملفات عشان تقدم في ثانوي. وبعد هل في امكانيه ان الواحد ياخد قرض في الحاله دي؟ لان يعني ما فيش طريقه تانية. قرض ربوي؟ اه من البنك. والله لا استطيع ان اجوز القرض الربوي الا عند الضرورات القصوى، وانت تقدر ضرورتك، يكفيني هذا.